بسم الله الرحمن الرحيم. امتدادا للمحاضرة اللي فاتت، هيكتمل تكوين النوز بتكون النيزل كافيتي. النيزل كافيتي بيتكون عبر اربع مراحل. البداية من عندنا كانت من عند النيزل بلاكوت. من خلال هذه الاربع دياجرامات، ده كان مكان النيزل بلاكوت. النيزل بلاكود اتكونت فيها حفرة صغيرة اسمها نيزل بيت. النيزل بيت حصل لها جراديوال ديبنينج وتحولت من بيت الى ساج، ثم حصل مور ديبنينج اوف ذيس ساج وتحولت الى نيزل كانال. نيزل كانال لا فتحة امامية، هي الانتيريور نيزل اوبننج، انما من الخلف مسدوده وكانت مفصوله عن الاورال كافيتي بممبرين. هذا الممبرين اسمه اورو نيزل ممبرين، كان خارج من الميديال نيزل بروميننس اوف ذا نيزل بلاكوت. دي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه، هيبتدي هذا الممبرين، يبقى اذا دلوقتي الممبرين ده هو اللي كان فاصل بين الفيوتشر نيزل كافيتي والفيوتشر ماوس كافيتي. طيب الخطوة التانية، هيحصل بريك داون لهذا الممبرين، هينفجر نتيجة الديفلوبمنت. الاستراكشرز اللي مربوط بينها هتشد عليه فتمزقه، يحصل له رابشر. هذا الرابشر هيؤدي الى الخطوة اللي هنشوفها بعد كده، الى الكوميونيكيشن بتوين ذا نيزل كافيتي ممثلا في تجويف اسمه نيزل تشيمبر، واتصال النيزل تشيمبر بالكافيتي اوف ذا ماوس اللي هو الاورال كافيتي. مكان الاتصال بينهم كان ميتس او اوبنينج يسموها بريماتيف كوانا او بوستيرور نيزل كوانا. يبقى من الامام الانتيريور نيزل اوبننج، ومن الخلف البوستيرور نيزل اوبننج اللي كان اساسا هي اسمها بريماتيف كوانا او بريماتيف ميتس. يبقى كانت الخطوه الثانيه او اللي هي الرابشر اوف ذا اورو نيزل ممبرين نتيجه التراكشن اللي هيحصل عليه من الاوفر جروينج surrounding structures، هيؤدي الى الكوميونيكيشن بتوين ذا نيزل تشيمبر اللي هي تبقى النيزل كافيتي بعد كده مع الاورال كافيتي من خلال البريميتيف كوانا. الخطوه الاخيره انها يخرج من دي، كانت مكان النيزل بلاكود وديت على وجه الخصوص الميديال نيزل بروميننس، هيخرج من الميديال نيزل بروميننس. قبل كده انا قلت جزء من البلد، هذا الجزء من البلد كان اسمه البرايمري بلد. البرايمري بلد اللي هيخرج من هنا هيعقبه تكون سكندري بلد، وده هيخرج من المجزله. بتكون السكندري بلد هيحصل ان النيزل كانال هتمتد، والديفينيتيف نيزل كوانا هتتراجع وتقعد في الخلف عند اتصال النيزل كافيتي، ببعد كده بمين هنا الماوس كافيتي انقسم لقسمين اتنين، السفاليك بارت بقى الفارينجيال كافيتي او الفارينجز، والكودال بارت هو الاورال كافيتي. مين اللي فصل بينهم؟ اللي فصل بينهم السكندري بالت اللي هنشوفها ازاي خرجت من المجزله. بالشكل ده انا كان عندي الروف اوف ذا نوز، كان اتكون من الجلوبولار اريا. كان عندي الميديال وول، اتكون منين؟ ده اللي هو النيزل سبتم، ده كان الاريا الموجوده بين التو ميديال نيزل بروميننسز. اللاترال وول اللي فيه هنا النيزل كونكي ده اتكون منين؟ كان اتكون من الفيوجن بتوين ذا لاترال نيزل بروميننسز اند ذا لاترال بارت اوف ذا ماكسيلري بروميننس. واخيرا الفلور اوف ذا نيزل كافيتي هو
اللي هيكون الوول الرابع من جدران النيزل كافيتي ده كان مكون من جزئين. الجزء الاول اللي كان اسمه البرايمري بالات اللي خرج من الميديال نيزل بروميننس، والبوستيريور بارت اللي هو السكندري بارت اللي هو السكندري بالات اللي هيخرج من المجزله ويكون من ثمره تكون السكندري بالات، هو تغيير الديفينيتيف اكوانا من مكانها، هتصبح بعد كده فاصل بين ذا نيزل كافيتي اند فارينكس، ثم استقرار الاورال كافيتي تحت البلد. الديفينيتيف كوانا هي اللي تصبح بعد ذلك البوستيريور نيزل اوبننج، وديت اللي هتعمل اتصال بين النيزل كافيتي وبين الفارينكس. دي كانت خطوات تكون النيزل كافيتي. طيب امال البلد هتتكونت ازاي؟ من خلال الثلاث دياجرامات ديت، بكل دياجرام موضح صورتين. ده منظر inferior view للبلت، وده كان من خلال coronal section across the nasal septum and بلت. طيب عايزين نفك ايه يعني شفرات هذه الرسومات. ده كان ده المجزلة، ديت كانت المجزلة، دي كانت الفور هيد او الفيس، ودي كانت بعد كده الاي، وادي فتحة النوز. يعني اذا ديت مكان منطقة الفيوتشر بلت، دي منطقة البلت، ده النيزل سبتم عندي من جوه. طيب نفك شفرات الرسمة ديت. ديت كان ده النيزل سبتم، وده اللاترال وول اوف ذا نيزل كافيتي، وده كان التنج، وده كان البلت. طيب البلت هيتكون من مصدرين اتنين. البلت هو عبارة عن ايه؟ البلت في الحالة بتاعتنا ديت هو المقصود بيه البوني بلت، ده هيتكون من مصدرين اتنين. المصدر الاول اسمه برايمري بلت، والمصدر الثاني اسمه سكندري بلت. طيب البرايمري بلت هيخرج منين؟ ده عبارة عن تريانجولر شيبد سيجمنت، هتخرج هي جزء من الانتر ماجزيلاري سيجمنت. افكركم بالانتر ماجزيلاري سيجمنت، ديت السيجمنت اللي نشأت من اتحاد جزئين اتنين، الميديال نيزل بروميننس اوف ذا نيزل بلاكود اللي ظهر بعد تكون النيزل بيت، والجزء الثاني هو الميديال بارت اوف ذا ماجزيلاري بروميننس. هيكون السيجمنت اللي اسمها الانتر ماجزيلاري سيجمنت اللي هتشكل ثلاث حاجات. هتشكل مين؟ هتشكل الفلترم اللي هو الشنب ال 11 بتاع هتلر، الفلترم اوف ذا ابر ليب، وهتشكل جزء من المجزله، وهتشكل كمان البرايمري بلت. اذا البرايمري بلت خرجت منين؟ من الانتر ماجزيلاري سيجمنت. طيب السكندري بلت خرجت منين؟ دي السكندري بلت ايه هو منشاها؟ منشا السكندري بلت طلعت من شلف، طلعت من بروجكشن، طلعت من بروسس. هيخرج منين؟ من المجزيلاري بروميننس، ده المجزيلاري بروميننس اللي هو يصبح بعد كده المجزلة. هيخرج منه بروجكشن في صورة شلف، في صورة رف. الرف ده كان عدد اتنين، واحد رايت والتاني كان ليفت. كل رف بيسموه بلاتين شلف. التو بلاتين شلفز هيحصل لهم جروينج فروم ديب، من الديب سيرفيس يعني من الميديال سيرفيس اوف ذا ماكسيلاري بروميننس. الشيلفز دول هتمشي هتحصل لها جروينج اوبليكلي، تمشي داون ووردز اند ميديالي، اهو تمشي داون ووردز اند ميديالي هنا في هذا الاتجاه، ادي التانج وادي البلاتين شيلف، هيخرج داون ووردز اند ميديالي اون ايتش سايد اوف ذا تانج. شايفين اهو ادي عندي البلاتين شيلف، هيخرج من المجزيلر برومنانس ويمو يمشي في صورة مين؟ في صورة بروجكشن يسموه بلاتين شيلف، يمشي على السايد اوف ذا تانج. طيب بعد كده هيبتدي يغير الجرو الدايركشن اوف جروس، بدل ما هو نازل داون ووردز هيبتدي بعد كده يتحرك هوريزونتالي، بس يتحرك هوريزونتالي اباف ذا تانج، بحيث هنا التانج مش باين لان هنا تحتينا، هنا التانج اهو، ادي البلاتين شيلف بعد ما يغير اتجاه الجروس بتاعه، بدل ما هو نازل داون ووردز اند ميديلي هيمشي هوريزونتالي، هيمشي هوريزونتالي اباف ذا تانج.
ثم بعد كده يحصل له فيوجن ات ذا ميدل لاين مكونا ما يعرف بمين؟ بالسكندري بالات. يبقى ده السكندري بالات اللي هو من البالاتين، ايه البالاتين شيل. هيحصل فيوجن دلوقتي، الفيوجن هيكون بين البرايمري بالات اللي كانت في صوره تراينجولار بروجيكشن خرج من الانتر ماكسيلاري سيجمنت، فيوجن بينها وبين مين؟ بين البلاتين شيلف اللي هي تصبح ايه؟ اللي هي تصبح السكندري بالات اللي خرج منين؟ من الميديال او من الانر او من الديب سيرفيس اوف ذا ماكسيلاري بروميننس. طيب هيحصل فيوجن بينهم ويكون السوتشر المعروف بالكروشي فورم سوتشر، اللي هو السوتشر الفاصل بين الاجزاء بتاعه الهارد بلت في نفس الوقت. طيب عايز اقول حاجه، اللاند مارك اوف فيوجن بتوين ذا بلاتين شيلف اللي هو اصل السكندري بلت والبرايمري بلت، مكان الفيوجن هيكون فورامين. اللاند مارك بتاعنا فورامين اسمه الفورامين سيكم، واخيرا يلتحم التو بليتس اوف او تو شيلفز اوف ذا سكندري بالات ويكونوا بعد كده الهارد بالات. طيب في نفس التوقيت اللي الاحداث دي كانت بتحصل، كان النيزل سبتم من فوق بيحصل له جروينج، كان بيحصل له جرو وينزل في الميدل لاين لحد ما يجوين، يعمل جوينينج لمين؟ جوينينج للسفاليك اسبكت. السفاليك اسبكت يعني الابر سيرفيس، ابر سيرفيس اوف ذا مين اوف ذا نيولي فورمد هارد بلد. بالشكل ده اتكون البلد فانفصل تماما النيزل كافيتي عن الاورال كافيتي، ادي البلد. طيب يعني لو حبينا نعمل summary لل origin of development of the different structures of the face، فنجد ان منطقة الفور هيد طلع من الفرونت ونزل prominence. منين بالتحديد؟ من السفاليك part of the front ونزل prominence. طيب البريدج بتاعت النوز، البريدج بتاعت النوز نزل سبطة من هنا، طلع منين؟ طالع من الميديال نيزل سويلينج او الميديال نيزل بروميننس. اما الايلا اوف ذا نوز طالع من اللاترال نيزل بروميننس. الفلترم اوف ذا ابر ليب، الفلترم اوف ذا ابر ليب ده كان طالع من الانتر ماكسيلاري سيجمنت اللي كان ممثل هنا في مين؟ في الميديال نيزل سويلينج او الميديال نيزل بروميننس. ما هي الانتر ماكسيلاري سيجمنت مكونه من نصين، النص الاولاني هو كان الميديال نيزل سويلنج او الميديال نيزل بروميننس، والنص الثاني هو الميديال بارت اوف ذا ماكسيلاري بروميننس. طيب اللاترال البارت اوف ذا ابر ليب اند تشيك بيكونوا منين؟ يطلعوا من الماكسيلاري بروميننس اللي من خلال برضو اللاترال بارت اوف ذا انتر ماكسيلاري سيجمنت. اما المانديبولار بروميننس فكان بيشكل اللور ليب. ده كان الاوريجين اوف ذا ديفرنت ستراكشرز اوف ذا فيس امبريولوجيكالي من هذه الترانزيانت ستراكشرز اللي خرجت منين؟ اللي خرجت من البعض منها خرج من الفرانتونيزال بروميننس، والتاني اللي كان خرج من النيزل فرانتونيزال بروميننس ممثلا في النيزل بلاكود، والجزء الثاني اللي كان خرج من الفيرست فرينجال ارش ممثلا في الماكسيلاري بروميننس والمانديبلر بروميننس. طيب لو حبينا نتكلم على الكونجينيتال انوماليز اللي ممكن تقابلني اثناء الديفلوبمنت اوف ذا فيس، انا الفيس عندي فيه كذا ستراكشرز، في كذا ستراكشر، في عندي ليبس، في عندي ماكسيلا، في عندي ماندبل، في عندي اورجانز كتير. تعالوا نشوف كده لو قابلتني انوماليز في الليب، انوماليز اوف ذا ليب يعني الليب لا يكتمل نموها فيتظهر في صوره شق او شرم يصيب الليب يسموه كليفت ليب، او انوماليز في البلت لا يكتمل نموها يعمل لي شرم في البلت يسموه كليفت بلت، او انوماليز في المندبول، المندبول ما يكتملش النمو بتاعه يبقى سمول يا ابسنت، او انوماليز في الماوس يا كبير يا صغير يبقى يا سمول
للأرش. وأخيرا أنوماليز في الفيس اللي بنسميها الأزر أنوماليز، تظهر في صورة عدم تكون نيزولاكريمال داكت في صورة الأوبليك فيشيال كليفت. طيب هنمسك حاجة حاجة من هذه الخمسة كاتيجوريز of the congenital anomalies of the face ونتكلم عليها. نبتدي اولا بالكليفت ليب. الكليفت ليب الشفة الارنبية، شرم الشفاه، شق الشفة، الشفة بتكون مشقوقة. طيب الكليفت ليب له انواع، في نوع يونيلاترال كليفت ليب او في بايلاترال كليفت ليب او ميديان كليفت ليب، ده في الابر ليب. طيب عاوزين ناخد فكره عن الكليفت ليب كظاهره منتشره بصوره غريبه جدا. الكليفت ليب اللي بيسموها الهار ليب، تخيل ان كل مولود من كل 1000 مولود يوجد اتولد طفل عنده هار ليب، يعني عنده كليفت ليب من كل 1000 مولود. فاذا عرفنا ان في مصر بيتولد فيها كل سنة 1.5 مليون، معنى كده ان عندنا، شوف بقى المليون ونص يطلعوا كام، 1500 حالة من مرض واحد فقط، مرض واحد فقط من 30,000 مرض عندنا. ادي النسبة بتاعته 1 على 1000. المرض ده اللي هو الشفة الأرنبية بيكون مور كومون ان ميل 80%، وده من ألطف الله لأن التشوهات اللي بيعملها زي ما احنا شايفين كبيرة، بيأثر على الميل بصورة أكتر من الفيميل. It is related to maternal age. Maternal age يعني إيه؟ المرض ده ذو علاقة وثيقة الصلة بسن الأم. كل ما الأم بتكون شابة وصغيرة بتبقى نسبة المرض ده قليلة، لما الأم بتكون كبيرة شوية النسبة بتاعته بتكون عالية. الأنواع بتاعته unilateral cleft lip أو bilateral cleft lip أو median cleft lip. طيب اليونيلاترال هنا سببه إيه؟ هو اللب عندنا نشأت منين؟ اللب نشأت من الانتر ماكسيلاري سيجمنت، كويس. طب والانتر ماكسيلاري سيجمنت دي طلعت منين؟ دي طلعت من جزئين اتنين، طلعت من الميديال نيزل بروميننس اللي كان موجود على الميديال سايد اوف ذا نيزل بيت، ومن الميديال بارت اوف ذا ماكسيلاري بروميننس. يعني اذا نون فيوجن اوف ذا ميديال نيزل سويلنج او بروميننس مع الميديال بارت اوف ذا ماكسيلاري بروميننس، النون فيوجن ده او الانكمبليت فيوجن هينتج عنه يونيلاترال كليفت ليب. طيب لو بيلاترال تبقى يعني ايه ده نون فيوجن برضه لهذا البروميننس اللي هو الميديال نيزل بروميننس مع الميديال بارت اوف ذا ماكسيلاري بروميننس بس على البوث سايدز، دي تبقى اصعب شويه. طب لو كان في النص، طب ما انا عندي الميديال نيزل سويلنج او ميديال نيزل بلج او ميديال نيزل بروميننس على الناحيتين الاثنين بيقربوا مع بعض ويعمل النيزل سبتم، طب لو التقريب اللي بينهم ده ادى الى انكمبليت فيوجن بين التو ميديال نيزل بروميننس فيؤدي الى ايه؟ يؤدي الى انكمبليت فورميشن اوف ذا مين اوف ذا ابر ليب، فينتج عنها الميديان كليفت ليب. طيب دي الحالة الأولى اللي هي الكليفت ليب. الحالة الثانية اللي اسمها أوبليك فيشيال كليفت. أوبليك فيشيال كليفت سببها إيه؟ إحنا عايزين نتذكر مع بعضنا النيزو لاكريمال داكت اللي كانت نشأت من التعاد، اللاترال نيزل بروميننس او اللاترال نيزل سويلنج مع اللاترال بارت اوف ذا ماكسيلاري بروميننس، اذا حصل نون فيوجن بينهم هذا الفيوجن كان بينشا عنه اكتوديرمال بروليفريشن
وتطلع نيزولاكريمال داكت. اذا ما حصلش فيوجن مش هتتكون النيزولاكريمال داكت، وتبقى المنطقه دي عريانه، ويظهر هذا الديزيز في صوره شرم او شق يمتد من الابر ليب، يمشي على مسار النيزولاكريمال داكت لحد الاي، فبيسموها اوبليك فيشيال كليفت. طيب المجموعه الثالثه اللي هي الكليفت بالات. الكليفت بالات، البالات زي ما احنا عارفين كان يتكون من جزئين اتنين، برايمري بالات من الانتر ماكسيلاري سيجمنت من خلال الميديال نيزل بروميننس، والسكند البالات اللي كان طلع من البالاتاين شيلف من الماكسيلاري بروميننس. كويس، اذا حصل فيوجن بين البرايمري والسكندري بالات وكونت اللي بتبلى وما حصلش فيوجن، لو ما حصلش فيوجن هينتج عنه الكليفت بالات. نسبته قد ايه؟ نسبته احسن شويه من الكليفت ليب، واحد لكل 1500 مولود، بس ده اسوا ان هو مور كومن ان فيميل، اكتر نسبته فين؟ في الميل، وملوش علاقه بالماتيرنال ايج، ملوش علاقه بسن المزر. سبب زي ما احنا قلنا partial او incomplete fusion between the two sources of the palate اللي هم primary palate والsecondary palate. ممكن بقى يكون عنده عدة اشكال، ينشأ عنه عدة اشكال، ده منظر للكليفت lip and palate، وده منظر اخر للكليفت lip and palate. هتنشأ عنده عدة اشكال هنتناولها من خلال الرسومات اللي هتيجي في الصور اللي جاي. ادي منظر لاخر لكليفت palate، لحالة كليفت بلد اهيت، ودي حالة اخرى لكليفت بلد، وده بعد العملية. شايفين الطفل عامل ازاي؟ شوفوا قبل العملية كان الطفل متشوه تماما، كان في ديستورشن، ديس فيجرينج، ديفورميتي، تشوه في شكل الانف وشكل اللب بالشكل المرعب اللي احنا شايفينه ده. شوفوا بعد العملية الطفل، سبحان الله يعني. طيب تعالوا نشوف امثال يدوية الصنع للكليفت ليب. شوف كده الحالة ديت، دي يونيلاترال كليفت ليب اوف ذا ابر ليب. طب تعالوا نشوف الحالة ديت كده مع بعضنا. دي بايلاترال كليفت ليب بس اوف ذا ابر ليب على الناحيتين. طب نشوف الحالة ديت، دي بقى الميديان كليفت ليب اوف ذا ابر ليب. طب نشوف الحالة ديت، دي سهلة، دي ميديان كليفت ليب اوف ذا لور ليب. بس سببها دي بقى ايه؟ سببها انكمبليت فيوجن او النون فيوجن بتوين ذا تو مانديبولار بروميننسز اللي كانوا خارجين من الفيرست ارش، فينتج عن، بس طبعا دي نسبتها قليلة شوية. شوف الاوبليك فيشال كليفت، الشرم اللي هيظهر على مسار النزو لكن ما ارتكت. شوف الحالة ديت، الحالة ديت الله، ده المندبل مش موجود. الحالة دي بيسموها اجناسس او الاجناسس اللي هي الكونجينيتال ابسنس اوف ذا مندبل. في الحالة دي كان المانديبولار بروسيس او المانديبولار بروميننس اللي خرج من الفيرست ارش ما خرجش اصلا، الفيرست ارش ما انقسمش، ده هو اتكون وراح كله انه في ايه، في اتجاه الماكسيلاري بروميننس، كون ايه الاستراكشرز اللي طالعه من الماكسيلاري بروميننس والمانديبولار بروميننس، ما كونش المندبول. فالمندبول ما تكونش من الاساس، بيسموها اجناسس او الكونجينيتال ابسنس اوف ذا مندبول. طبعا دي الحاله ديت مشكلتها كبيره، عشان انتوا عارفين المسلز اللي ماسكه في المندبول، مسلز اوف ماستيكيشن وخلافه كانت كتير. طيب نشوف كده الحالة ديت، المندبول هنا صغير، ف small size the mandible another congenital anomaly، small size the mandible، فبيبقى المندبول فيها الريت اوف ديفلوبمنت كانت عالية جدا وخلص بسرعة، فالمندبول بقى حجمه صغير. طب نشوف كده الحالة ديت، دي small size the mandible، small size أو small size the mouse، حالة بيسموها مايكرو استوميا. مايكروستوميا يعني الفم الصغير، ده نتيجة الاكسسيف ريزوربشن، يعني اللي حصل فيها ان الماكسيلاري بروميننسز والمانديبولار بروميننسز
لما لحوا مع بعض الالتحام كان بزيادة شوية، ولدرجة انه قفل فتحة الفم بزيادة عن اللزوم، فعمل سمول سايزد ماندبول. طب نشوف ديت، بيسموها ماكرو استوميا او لارج سايزد ماندبول. طيب هنا ده منظر للاندر سيرفيس اوف ذا بلت، يعني الماوس واحد فتح الفم بتاعه وناظرين عليه من اسفل، فدي حالات الكليفت بلت. فالكليفت بلت ده انواع، الكليفت بلت ده ممكن يكون بايلاترال وتوتال، يعني على الناحيتين اهوت، واخد طول الايه طول اللينس بتاع البلت، فبيسموها بايلاترال توتال كليفت بلت. طيب ده اذا كان الناحيتين، طب اذا كان على ناحيه واحده زي الشكل ده بيسموها يونيلاترال توتال كليفت بلت، يعني الكليفت بلت واخد طول اللينس بتاع البلت فهو توتال، بس على ناحيه واحده فهو يونيلاترال، يبقى يونيلاترال توتال كليفت بلت. تعالوا نشوف الحاله ديت. هنا شايفين الشرم عامل ازاي، الشرم اللي في البلت ده انكمبليت، واخد الميدل لاين، فيبقى ميديان انكمبليت، ميديان انكمبليت ايه كليفت بلت. ادي البلت اللي هي بالشكل ده، ادي البلت ايه، الشرم اللي ظهر هنا كان في خط النص فهو ميديان، وما وصلش لحد الايدج الاخرى فهو انكمبليت، يسموه ميديان انكمبليت كليفت بلت. طيب اذا كان الشرم ده خد عند اليوفيلا فبيسموها كليفت يوفيلا. اذا حبينا نشوف ده الشكل الطبيعي للفيس، وادي هنا كانت، تعال نقول الحاله ديت اللي خلاص اللي هي ايه قلنا قبل كده اللي هي يونيلاترال كليفت ليب اوف ذا ابر ليب، وادي البايلاترال كليفت ليب اوف ذا ابر ليب. انتوا بقى كملوا معايا، الحاله ديت فعلا ميديان كليفت ليب، الحاله ديت كليفت ليب او ميديان كليفت ليب اوف ذا لور ليب، دي اوبليك فيشيال كليفت، وادي الاجناسس، وادي السمول سايز ديماندبل، والحاله دي المايكروستوميا، وده الماكروستوميا، او دي البايلاترال كليفت بالات، ادي البايلاترال توتال لان على ناحيتين، اما ديت فكانت اليونيلاترال توتال، اما دي كانت الميديان انكمبليت كليفت بالات، واخيرا ديت الكليفت يوفيلا. ديت كانت ملخص لمعظم الحالات اللي اتقابلنا للكونجينيتال انوماليز اوف ذا فيس اند ستراكشرز فورمينج ات، وكده بنكون خلصنا الديفلوبمنت اوف ذا اول فارينجيال ارشز، وشفنا ازاي الاستراكشرز اوف ذا هيد اند نيك خرجت منها، وكذلك الكونجينيتال انوماليز بتاعتها.